وجده سناح العودة لأصواك وغاد الله حميدة السجايا وانبدى العلم فيه وفيه يعوق الخصوم ويساق الحي والحلا أبو مقعد مع الرمي جاني وابو هبله وجده سناح العودة لأصواك وغاد الله حميدة السجايا وانبدى العلم يعوق الخصوم ويساق الحي والحلا أبارك لمشعل وارفع الصوت وأحييه عسى الله يبارك فيه والله يمهلا كم من ولد يستر فعل الذي يرجي وكم من ولد كل القبيلة تعيلا وانا ما نشعل من مقعد العرب وسالم مسامعكم ونيابة عن ابو مشعل اقول يا مرحبا من اللي تعنى وشرف في حفل ابو مشعل كريم اليميني
يحفل منه للصعايب يشرف ربوع اللي في المواقف تبيني عقب قصيه شايبه ما تحرك جاله عقب ما علق النجم زيني الرفه اللي فوق متنه اطرف ازهاك يلي صامل ما تليني مشعل سمي العود واسمه مهرب مشعل ولا تقعد يجيب الثميني سلامتكم ويستاهل من رجلنا ونسال الله العون والتوفيق لخدمه دينكم ومليكه ووطنه وخير ما يستهل به مسامعنا لهذا المساء آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا محمد بن مو العرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. وبهذه المناسبة أبيات شعرية مهداة من الشاعر مسفر بن ضابر الدوسري التي تفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء يشرفني ويسعدني في هذه الليلة مشاركة أخي وزميلي مقعد المسناح العلم الشيباني فرحته بمناسبة تخرج ابنه مشعل الذي أبارك له من أعماق قلبي وأرجو له التوفيق وأبارك لأعمامه وأطفاله وجميع محبيه كما أبارك لعموم زملائه الخريجين وأخص بالذكر الخريجين من قبيلة العمار والدواسر الكافة وأوصيهم بتقوى الله في السر والعلن والحفاظ على مكتسبات وطنهم الذي أعطاهم الكثير ويأمل منهم أيضا الكثير وأن يكون أمنه من سمعهم وبصرهم والإخلاص قبل كل شيء لدينهم ووطنهم وقيادتهم التي هيأت لهم الظروف وذللت لهم الصعاب وحمل الأمانة ليس بالشيء اليسير وهي تحتاج منا هذا الأمن الشكر أولا لله ثم لقيادتنا الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومتهم الرشيدة. أما قصيدة المشاركة فهي العجل حقيقة أبو مشعل الله يسلم دائما أموره مستعجلة فسامحوني إذا كان في تقصير. أقول قبل السلام وقبل رسم العناوين ذكر الإله الرب جل جلاله ثم الصلاة وأمنوا قولوا آمين صلوا على محمد صحبه آله. هذا يبليب الشعر في المحفل الزين والجملة قوم الوفاء والجمال قوم على نهج الوفاء مستمرين يطيبهم طيباه في كل حال قوم على نهج الوفاء مستمرين يطيبهم طيباه في كل حال ألا تمشيط محتمين المخلين وجالهم يلقى السرايا الحال ألا تمشيط محتمين المخلين وجالهم يلقى السرايا الحالة دوم لهم شيمة وقيمة وذربين تاريخهم ناصع وفيهم مسالة رفضتهم بالماضي ولازلت الحين خويهم ما يكبر الوقت باله مخوة دامت لها سنين ودنين لليوم والمشكل يزيد بشكاله وجب دعوته وشاركت وعين واللي مثل مقعد لزوم عناله والدوسري هو العتيبي على يدين إن الله اللي خصهم بالجزالة من غير قاصد فرجالا سميت ما في العرب قاصد ونعم السلالة أعتم وجهه
والصاد كيبين في كلمته في وقفته في مقاله. وترى الصحيح يصير الصحيح معدل له براهين يلقى صداه وحامل له رسالة. عمار يغنى بحفل الشيابين يا بهلهم تقدير حق الزمالة. واختامها كالمبتدا قولوا امين. صلوا على محمد وصحبه وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح لسان ابو ضابط والله يحيي الجمع من عنا نفسه وحضر حفلنا الله يحييه. حياه المطر ابو ضابط زميل وصديق. وعندي هديه ما هي والله علي الطلاق وتحصل علي الطلاق وتحصل علي الطلاق وتحصل الطلاق قدام طلاق وتحصل انا مطلق هديت ابو ظافر ناقد الملبل نقضي بلبل ويستاهل ابو ظافر يعطينا على القصور. ابو مقعد معرب مجاني وابو هبله وجده سناح العوده لاصواك وغاد الله حميد السجايا وانبدا العلم فيه وفيه يعوق الخصوم ويساقه.